السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا مسيلمة الكذاب، كيفاش يتكلم على هي مرأة بصح راجل عليهم، هي مرأة بصح راجل عليهم، بصح يتكلم عليها في الخفاء، يتكلم الهاشمي في الخفاء، يعني يقول له انا ما نأمنش بالمعلومات تاعها، ماشي هي اللي تعطي معلومات، ما نأمنش بالمعلومات تاعها، ويزيد يعني يدمر فيها للنار، يقول له باللي ترسل الشنوى لبواط لوكال كاع تاع الناس اللي تهدر معاهم، ترسل له كلش يسمع، وهو وذاك الشنوى يوصل كلش لعمو هشام، يوصل له كلش، يعني كما يقول لك دابرين على راسها، هي مأمنة في شينوا، شينوا يدمر لهذا وهذا يسمع، شو كيفاش، ويزيد يهدر ويقول لهم يعني وين تمد كلش، وقال لهم انا ما نأمنش فيها، ما نعطيهاش لي ميرو تليفون، قلت الشنوا ما تعطيهاش لي ميرو تليفون، وانتي تعرفي، وكاين امور وحده اخرين خاطش على راني نلعب غير بالحبه، قلت با هذا مكان، يعني ما يجيبش قارع، ما يجيبش يعرف وين غادي يتكلم لها الضربه، هذه هي راه عندي كلش. شكون هو نور الدين من تادلس اللي تهضروا معاه؟ على بالك بلي نعرفوا غايه الغايه، على بالك نعرفوا كلمه فعم يكون خاسر، ما يتيريش نور الدين، شكوني بيان، على بالك نعرفوا كل حبه تاع العصبان، على بالكم بيا ولا ما على بالكمش، شكون هو؟ انا على بالي شكون هو، راكم هادرين، وساعدتوني كي هدرتو هاكيما، على بالكم بلي راهم مساعديني، نسمع فيه يهدر معاكم، كلش كذب، كلش كذب، وهاذيك الهدره اللي هدرها مع ذاك، مع ذاك اللي يقصر حسي مسي. هذه جبتها من عند حسي مسي، سمعته يهدر معاه كلش كذب، وهذيك الهضره غادي تساعدني انا في واحد الامور، تساعدني بزاف، غادي تساعدني مليح 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 مليح، تاكي غادي تساعدني هاد الامور، بي ماكمش عارفين كيفاش غادي تساعدني انايا، انا ساكت بزاف، كنت ساكت كنت نلم سؤال، اللي مخليهم اللي يساعدوني انا مخليهم داسهم، شكون هو تنجمو تقولوا لنا شكون هو نور الدين؟ لا تنجمو تهضروا الغاشي، هاو خاطر غادي ما تحبش غير كيما هاك، على بالكم غادي تروح بعيد، انا ما غاديش نحبسها، ما غاديش نحبسها، على بالكم بيا ولا ما على بالكمش، حنا المهم استمعوا تشوف استمعوا، وماذا بكم بارطاجوا جماعه بارطاجوا، راهم يسينيالو الفيديو ماشي بغي يطلع، بارطاجوا بارطاجوا ماكسيموم بارطاجوا بارطاجوا، انا نقولكم بارطاجوا صورتو الفيديو اللي فات تاع تاع مع ذاك الخائن عبود، هذاك هذاك الخائن بارطاجوها باش تعرفوا الحقيقه شكون هو العدو، خاطش هادو كانوا يتهموا فينا بالاعداء، انا نعرف كي نرد الاعتبار روحي باللي نبينك باللي انت هو الكذاب وانت هو العدو، خاطش كلمه تاع لي خروطو نتوما هما لي خروطو، واو لله بس تعرفوا مليح واش كاين، هيا سمعوا تشوف معنا وبعد نعاودوا نقول اوكي، نقول لك صوفيا راك كاش كاع من هذه، هذه ما استعملهاش، ما كاش اللي يجي يغني لي ويقول لي عندي معلومات و... راك فاهم شنو ولا عليا ولا تكذب ولا ديجا، هي النيميرو تاعها ما عنديش انا، التواصل بيني وبينها مع الشنوا راك شايف كيف، وتبعث له لي فوكال تاع الناس راك شايف كيفاش اللي هضرت معاهم وكذا، فهمت يعني، يعني انا ما عنداش النيميرو تاعي، فهمت انا الشنوا قلت له ما تمد النيميرو تاعي حتى لواحد، فهم سمعتوا راكم سمعتوا مليح، راكي سمعتي راكي سمعتي ماشي سمعتوا راكي سمعتي، على بالك راني قالع، راني قالع واحد الكلام طايح، خاطش ينجمو يسمعوه ناس وحد اخرين،
كي قال اسمك راه قال واحد الكلام طايح، والله لا قال واحد قال كلام طايح عليك. راني قالها، راني قالها كلام طايحة، ماشي كل بك، راني قالها كلام طايح عليك انتيا ماما افريكا. راني قال عليك كلام طايح، والله لاني قال عليك كلام طايح، امنيني بالله كلام ثقيل قاله. أنا على بالي بلي كي يخرج يقول لهم اختي فلانه صح تنجمي تتصلي بالهاشمي، لا بغا يهضر لك صح هذاك خواب، تنجمي تتكلمي مع الهاشمي ويقول لك يخبرك يعترف لك، تنجمي خاطش هذا الفيديو هذه المكالمه كانت مع الهاشمي، كان يهدر مع الهاشمي، وانا قاعد مقصر والله قاعد مقصر قاعد مقصر نسمع فيهم ودير لهم كاسيت بوست هيا نعمر له بهدرتهم طاكس طاكس كلشي يفوت كي ساهمه. بوركوا بوركوا انت خبيث، بوركوا انت خبيث تكذب غادي نرسل كلش بالتطيح، مشي انا نطيح انت تطيح للصديقه تاعك، تعايل في الصديقه تاعك انت تطيح للصديقه تاعك، هذه غير اقسام يا اي كيما فاتت، وما بغيش نجبد تاع لي تقول لك اللي قلت له هذه تكذب، تقول لك باللي جبت اخبار من عند الشوفير تاع المسؤول الفلاني وكلش، هاي عندي تاع تكذب فيها، تقول له ارسل لي شنوا وتقول له باللي يا ودي راه فلان بالاسم بالاسم ومنا ومنا راه جاب لي اخبار وانا ما بغيت نديرها خاطش على كذابه، راه عندي حرص روحك تكذب، حرص روحك تكذب، عرفت شو كيفاش؟ قلت له شنو ما تعطيهاش لي ميرو تيليفون راهي عندي له، ما ولا لا كاين، قلت لكم كاين ذخيره ذخيره ثقيله عادك معايا راني نلعب معاكم غير هاك خاطش على الصيد رخيص، الصيد رخيص، الصيد رخيص، أنا نقول لكم الصيد رخيص نتوما رخاص، يعني الذخيرة الكبيرة رانا مخلينا كيما قلت لكم، شكون هو الوردي اللي كان يهدر معاكم؟ شتي هاديك الذخيرة هاديك 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 ثقيلة هاديك هاديك الهضرة ثقيلة، هاديك نحتاجها أنا مخليها لروحي. اقسام شعب اللي حسي اللي مسمينا حسي مسي راك عارف بلي كلش راه عندي كاع، شوف كاع واش كنت تهدر مع بعض لهنا اللاعبين لي ميساج تاعهم لي راسلي لهم لك كلش عندي، وراكم تجرو غوش دروات باش تسكتوا شوبير ولا تحوسوا للحبس لشوبير، يا ودي شوبير قاعد يدخل الحبس نورمال عادي بصح ما تنجموش غادي فما غادي يولي ثقيل ثقيل ولو تديره وتلقى ديرك تولي تخرج لكم في باجا تاع فيسبوك فيها 20 مليون 30 مليون يسمعوها، ما تنجمش تعرف كاش كاين حاسب انت راني غير هاك راني لا باش يكون على بالكم بلي نتوما خونه عندي سورتو هذاك حسي مسيا نتايا راه عندنا يعني راه عندي كيفاش تتكلم مع بعض اللاعبين مع بعض الاعلاميين وتتكلم مع نوردين، قلنا شكون هو نوردين، ايوا كي تعترف شكون نوردين انا نقول لك انا نخبرك، ايوا ايوا فماك باش تعرف بوركوا هيا قولنا باش يكون على بالكم سبحان الله. هاكا كي تبد تهدر مليحه، وانا قلت لك بلي راه عندي كلش راني نعطيك تما نتايا تا المرخيص يعني تيلي عليك مرة أخرى بالبارود برك بالبارود بالبارود با راني نخلع فيكم بالبارود نحاوز الخاين با با يقولك يا ودي كي تحس كاين خاين راه يدور العادة تيري في الواد ولا تيري تكون عندك بحيرة ولا
تحس باللي حاجه ولا غير تيري الذيب ولا خاين ولا تيري باغي بالبارود برك على بالك. راني نخلع فيكم بالبارود عازل ذاخره الحيه. اغلط 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 برك تاع شراكين ولا كاع المكالمات مع دي زونسيا واحد دي سوار رونسيا سوار مع واحد الاعلاميين كلش راه كاين كلش باش تعرفوا رواحكم نتوما رخاص وربي يكشفكم. هذه ربي كاشفكم على بالكم بها بلي ربي راه كاشفكم. خاص كنت نقول لكم نتوما راكم تتهموا ناس بالكذب تتهموا ناس توسخوا ناس بالكذب بالصح. قلت لكم بلي غادي يجي النهار اللي غادي نكشفوكم بالحقيقه. انا كي كنت نقول لكم فيها انا كان عندي كلش كنت صايد لميت كلش وجدت قلتها لكم لكم جاي نهار غادي يخرجوا لكم ناس يكشفوكم بالحقائق راه كاين كلش ديجا غادي تسمعوا. هذه هذه عطوها لديك ماما افريكا عطوها لها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظ